على المشاهدين الكرام مشاهدي أنفاس بريس ضمن حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. الضيف هو الأستاذ محمود عمر دنجلون اللي هو محامي وأيضا عضو المكتب جمعية هيئات المحامي المغرب. سوف نناقش مع عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة وخصوصا المستجدات على صعيد مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية. هذه الأمور هذه كلها سوف نناقشها مع بالإضافة إلى محاور أخرى. إذن طيب أستاذ عمر بن جل أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة ثانية. شكرا. فأنت كيف ما قلنا في تقديم عضو المكتب ديال جمعية هيئات المحامين المغرب. قبل ما غادي نناقشوا هذه المستجدات وهذا الشد والجذب ونحن أيضا نعيش في ظل مقاطعة الجلسات الجنائية لمدة أسبوعين، إحنا غادخلوا الأسبوع الثاني، كاين واحد المستجد اللي هو القرار ديال المحكمة الأوروبية أو محكمة العدل الأوروبية فيما يخص يعني توقيف الاتفاقيات الزراعية مع المغرب وبدعوى أنها لن تشمل المناطق الصحراوية الجنوبية. في نظر شنو التعليق ديالك على هذا الأمر هذا؟ شكرا أستاذ منير أولا على الاستضافة وعلى مواكبتك اللي يمكننا نقوله لها متخصصة في ميدان العدالة والدفاع. ونبغي نشير السيدات والسادة المشاهدين على أنني مداخلاتي هي بصفة شخصية وليس بصفتي كعضو مجلس هيئة المحامين بالرباط أو عضو مكتب الجمعية، بل هي كمحامي بهيئة الرباط ومقصي ودكتور في القانون الدولي. جوابا على سؤالك سيدي منير، أظن أن المحكمة الأوروبية تدخلت في شأن أمني لا يدخل في نطاق إطارها المفاهيمي والمتعلق باختصاصها، لذلك فعلا نحن غير معنيون، لأن المغرب لن أردد على أنه في صحراء فهذه حتمية تاريخية وتحصيل حاصل، لكن هذا حكم متعلق باتفاقيات بحرية وزراعية، بمعنى أن تعريف الدالة في هذا المجال هو تعريف يعني تجاري أو اقتصادي أو معاملاتي، فلا يمكننا أن يعني نقوم بردود أفعال التي تعتبر على أن هذا الحكم أو هذه المحكمة أو هذه المؤسسة لديها صلاحية في النطق فيما يتعلق بتعريف حق الشعوب في تقرير المصير بحديثها على الشعب الصحراوي، أو في مسألة مغربية الصحراء من عدمها إلى آخره. لذلك أظن أن العقل الدبلوماسي والعقل السياسي والعقل الحقوقي والعقل المنفعي والعقل التجاري مختلف المرجعيات، لذلك هنا يجب أن نستحضر الحكمة في التعامل مع هذا الحكم. ولكن لنكن تقنيين شيئا ما أو قانونيين شيئا ما، الكل تحدث على مسألة الاختصاص، هل حزب البوليزاريو صح التعبير لديه صلاحية من عدمها في أن يباشر؟ أظن أن يجب التريث في قراءة الحكم على المستويات أو درجات التقاضي المختلفة. نثير الانتباه على أن هذه الاتفاقية أولا انتهت في يوليو 2024، لذلك فهذا حدث هل يمكن التعليق عليه من المستوى الأمني، ولكن الذي يهمنا الآن أو النقطة في نظري التي يعني وجب التركيز عليها هو أن اختصاص القيمة أو المادي لهذه المحكمة ليس من حيث الصفة ولكن من حيث الموضوع، هو اختصاصها في البت في إلغاء القوانين، في تأويل وتفسير القوانين أو في تنفيذها. فهنا نحن بصدد إلغاء قانون أم إلغاء قرار لمؤسسة الاتحاد الأوروبي، هذا هو السؤال. نحن لسنا لا بهذه ولا بهذه، احنا بصدد عقد. وهناك قاعدة في القانون الدولي هو باكتا سوند سيرفاندا، باكتا سوند سيرفاندا بمعنى أن
على المؤسسة الأوروبية احترام تعاقداتها، ولا يمكن لهذه المحكمة بعدما أبرم العقد ونفذ وتطور بل وانتهى العقد أن تبت في قانونيته من عدمها. يمكننا نقول احنا يبي بالمنطق ديال القانون المدني الذي نتعامل معه يوميا كقيمة قانونية للعقد شريعة المتعاقدين، فهنا المبدأ القانوني أو مبدأ القانون الدولي ينطبق في هذه النزلة لكي تجعل هذه المحكمة غير مختصة، وهذا الحكم يعني غير صائب في موضوعه. أما المسائل ديال الصفات وإلى آخره وكذا قد يأتي صوت ويقول لك راه مجموعة المزارعين. طيب ملي كنقول بأنه قرار صائب، وكان الموقف الرسمي ديال المغرب هو أنه المغرب غير معني به، ولكن نحن أيضا مقبلون على واش إذا تجددت هذه الاتفاقية، يعني في نظرك مستقبلا كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الحالات؟ لذلك أنا تكلمت على العقول لغاسيوناليتي، كاين لا غاسيوناليتي جوريديك، كاين لا غاسيوناليتي جوديسيير، كاين لا غاسيوناليتي ايكونوميك ديبلوماتيك، عقول تختلف وفلسفات تختلف. قد يكون في منفعة المغرب أن هذا العقد انتهى وأن هذه المؤسسة الأوروبية تدخلت فيما لا يعنيها كي ينفتح المغرب على آفاق جديدة من حيث الآفاق الأسيوي، من حيث الآفاق الأمريكي، من حيث الآفاق الروسي، من حيث إعادة التفاوض على أرضية جديدة نظرا لمكانة المغرب الجيوستراتيجية الجديدة ومكانته الجهوية الجديدة من حيث التصور المتعلق بميناء طنجة المتوسطي أو الميناء المستقبلي ميناء الداخلة الذي سيخرج الدول الإفريقية التي لا تطل على البحر، سيخرجها من عزلتها. فهنا معطيات جديدة التي تجعلنا يعني نتفاوض على أرضية جديدة. لذلك فعلا أنا يعني قليل فاش تنتفق مع المواقف الرسمية لحكومتنا الموقرة بحكم انتمائي كعضو مجلس وطني في فيدرالية اليسار، ولكن في هذه النقطة بالذات فعلا نحن غير معنيين، وقد يعني أتوتشوز مالوغيبون، قد هاد الموقف ديال الاتحاد الأوروبي يعني غادي يجعلنا احنا كطرف في الموضوع أننا نتحرروا من الاتحاد الأوروبي أو نعيدوا معه المفاوضة. لذلك فالمواقف ديال المجتمع المدني أو ديال الجمعيات أو ديال المواقف الحقوقية أو الوطنية إن صح التعبير، يعني مزيان أننا نبين على وحدة الصف أو الجبهة الداخلية أنها موحدة، ولكن ضروري أننا نحتكموا لشي شوية ديال البراغماتية السياسية، لأن هي موضوعنا في العملية ديال المفاوضة مع الاتحاد الأوروبي. ما كنش بأنه إحنا بصدد واحد نوع من المفارقة، لأن الاتحاد الأوروبي عدد من الدول الأعضاء فيه تصر على أنه الشراكة مع المغرب شراكة استراتيجية. وش هناك مفارقة، هناك نفاق، هناك مصالح، ماذا يجري بين الاتحاد الأوروبي وأعضائه؟ فعلا هذه تحتمل قراءتين، هو أن مواقف الدول الأوروبية على حدة أو لما تتوحد هي كذلك مواقف براغماتية، لأن الخاسر الأكبر في هذا الموضوع، وهنا نطلبه من, 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 من الوطنيين الصادقين، إن كاين هذيك الوطنية المزيفة أو الوطنية ديال الدقيقة 90 التي تريد الاحتماء في قضية مقدسة من أجل يعني اقتضاء ما يعني مسائل شخصية، ولكن الفكرة هو أن المتضرر الأكبر ماشي المغرب، المتضرر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، لأن يعني بنود المفاوضة أو بنود العقد ديال الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، الشعب المغربي والمثقفين والساسة يعلمون والإعلاميين يعلمون عن أن المغرب يعني ضحى بمستويات اقتصادية من أجل وحدته الترابية كي تنحاز أوروبا لقضية مغربية الصحراء. نحن اليوم لسنا في حاجة إلى هذا المستوى من التضحية، لذلك الاتحاد الأوروبي يعلم درجة خسارته الاقتصادية، فالفاعلين أو الدول أو المؤسسة الأوروبية يعني قد يكونوا أضر هذا الحكم. لذلك هي اتخذت موقف
اتخذت موقف. انا لا اعتقد انها اتخذت موقف من اجل لي ديرة على المغرب، لان هي عارفة على ان المغرب اليوم تطور من حيث قوته التفاوضية، تطور من حيث قوته التفاوضية، فموقفها هو موقف صرخت صرخت جسم تخلى عليه عضو من اعضائه اللي هو المحكمة الاوروبية. فمسألة انه يأخذون من اليمين لكي يعطوا من اليسار وإلى خيره والضغط ليد اليسرى وكذا، أنا غير متفق مع هذا الكلام، بل بالعكس هما مؤسسات مستقلة تحترم نفسها يعني. فالدول الأوروبية اليوم جد متضررة بهذا الحكم، وليس المغرب اللي متضرر بهذا الحكم، لأن المغرب تحرر بعد إنهاء هذا العقد. لو كانت للمغرب يعني حرقات لتمديد هذا العقد لما حضر العدة يعني أشهر قبل انتهاء أو استيفاء أجال هذا التعاقد. طيب أستاذ محمود عمار بن جلون، وأنت المحامي والدكتور في الحقوق، كنت معنا في هذا البرنامج من ضيف وقضية، شكرا جزيلا لك.